تعدين عملة البيتكوين جوه محفظة باينانس. قبل ما تسرح بخيالك التعدين، مش هتدخل تقول له ابدأ التعدين، ولا حتى انك انت هتشتري جهاز وتبدأ تعدن. مبدئيا اي عملة موجودة داخل محفظة باينانس بتقدر انك انت تعدنها حتى لو هي مش بتتعدن. على سبيل المثال مثلا عملة واكس، عملة واكس مش بتتعدن، ملهاش سورس تعدين، تقدر انك انت تعدنها. مثلا عملة الداش كوين، تقدر اي عملة موجودة داخل محفظة بنانسي تقدر انك انت تعدنها. كل القصة دي بيرجع على حسب الرصيد اللي موجود جوه محفظتك. ما تقلقش، النهاردة كله بشكل مجاني، ولكن عشان تعرف التعدين ماشي ازاي. محفظة بنانسي بتجيب فيها رصيد وتدخله في الترادنج او بتدخله في الدوبل، خلينا نقولها بالعربي، خلينا بتدخله في التعدين عشان كل الناس تفهم اللي انا بحكي عليه. الرصيد بتاع حضرتك بيكون موجود، وكل يوم بينزل لك ساتوشيهات من العملة اللي انت بتعدلها او العملة اللي انت مخزنها جوه محفظة بنانسي. هو ده التعدين النهاردة زي ما قلت لك بشكل مجاني، عملة البيتكوين على 100,000 عضو. ولكن طبعا تقدر انك انت تعمل الكلام ده برصيد حضرتك، زي مثلا خلينا نعمل مثال قبل ما نبدأ في الشرح بتاعنا النهاردة. عندنا احنا مثلا هنا جزء اخر اسبوع من عملة واكس، تقدر انك انت طبعا تتابعه عندنا في الشاشة. اللي فوق عندنا ده الرصيد، عندنا 102,000 قطعة من عملة واكس، واللي هو في تحت في الاسفل ده اللي هو الاخضر ده الرصيد الاسبوعي اللي احنا كسبناه. تقدر بقى الرصيد بتاع حضرتك واللي انت كسبته ده تخرجه، او هو اصلا موجود داخل محفظة بنانسي. كل اللي احنا نعمله النهاردة ان احنا بنجاوب على 4 اسئلة، وطبعا زي ما قلت لحضرتك بيكون على 100,000 عضو بشكل مجاني. هتاخد طبعا قد ايه في الليلة دي كلها؟ زي ما احنا اتفقنا في عملة BNB بيكون $50 من عملة البيتكوين على 100,000 عضو. زي ما قلت لحضرتك الرصيد انت مش بتسحبه، وانت بتسحب رأس المال بتاع حضرتك. احنا الكلام ده شرحناه كتير جدا، فلو انت بتابع معنا في القناة اكيد عندك خلفية. لو الكلام ده عجبك واحنا بنشرحه ما تنساش تعمل لايك بتاعك الجميل، وتعالى اشرح لك. اول حاجة هسيب لحضرتك الصفحة دي صفحة الاشتراك على 100,000 عضو. طبعا زي ما احنا متفقين في بنانسي اللي بيجي الاول هو اللي بيستفاد الاول. عندنا هنا 100,000 عضو، الصفحة ده تسيبها لك اسفل الفيديو في قناة تليجرام وفي اول تعليق. بتفتح الايميل بتاع حضرتك او محفظتك في الويب، دي صفحة بنانسي ما تقلقش، دي الصفحة الرسمية بتاعت بنانسي. كالمعتاد انت عارف الايميل او الرقم اللي انت مسجل عليه. هتكتب طبعا حضرتك البيانات اللي انت مسجل بيها في محفظة باينانس او بنانس زي ما انت بتنطقها، بيكون مثلا الايميل او الرقم، وبعد كده بتكتب الباسورد، وبالشكل ده انت بتدخل محفظتك من المتصفح او من الويب زي المحفظة بالظبط، ولكن الاشتراك بيكون من الويب. فالصفحة دي هسيبها لك زي ما قلت لك اسفل الفيديو. فانت بتقول له ابعت كود على الجيميل وكود على الرقم بتاع حضرتك. لو الحاجات ديت موجودة في التليفون اللي انت بتستخدمه زي مثلا كده، فده الكود بتاع الرقم، اخدنا الكود بتاع الرقم وبنروح نجيب الكود بتاع الايميل، ونفس الكلام ده تأكيد. طبعا الحاجات ديت محدش ان هو يقدر يدخل عليها غيرك انت. انت بمجرد حضرتك ما بتفتح المحفظة بتاعتك في الويب في الصفحة بتاعت الاشتراك، بيظهر عندك الاشتراك على عملة البيتكوين. هم 4 اسئلة سهلين وسهلين جدا، ممكن توقف الشاشة او تشوفني وانا بجاوب ازاي، وكده كده اصلا الاسئلة كلها بالاجابات بسيبها لك في الموقع عندنا، فانت لو دخلت هتلاقيهم بالتنسيق، او تقدر انك انت توقف الشاشة دلوقتي وتشوف احنا بنجاوب ازاي. السؤال الاول بيكون فيه 3 اسئلة وهكذا، برضو السؤال التاني بيكون فيه 3 اسئلة، هم 4 اسئلة. ولو انت شاركت معنا في عملة البي ان بي تقريبا من 18 يوم او من 28 يوم عفوا، اكيد انت كنت عارف الاسئلة. اول سؤال بنجاوب على رقم 2، وتاني سؤال زي ما احنا شايفين. السؤال الاولاني ده هكتبه لك برضو عندنا في الموقع، وهسيب لك الاجابة بتاعته فقط، يعني هسيب لك السؤال والاجابة. رقم 2 خلي بالك احنا بنجاوب على اخر سؤال. السؤال رقم 3 احنا بنختار رقم 1، وبعد كده السؤال رقم 4 بنختار برضو اول اجابة. هم سلسين وسهلين جدا، واكيد طبعا انا عارف ان انت عرفتهم دلوقتي بشكل مجاني، فلو انت عرفتهم يا صاحبي ما تبخلش علينا بقى باللايك بتاع حضرتك، ومتشكرين على اللايك اللي انت لسه عامله دلوقتي او اللي انت لسه هتعمله. وبعد كده بتقول له ارفع البيانات، بتدوس على حسب لغتك انت بقى سوبيت او ارفع او اي لغة انت بتستخدمها،
بالشكل ده انت بتكون جاوبت في الاشتراك بشكل مجاني. طيب بعد ما بتشارك ازاي تعرف بقى انك انت كسبت؟ اي حاجة انت بتكسبها من محفظة بينانسي او بايننس زي ما انت بتنطقها بتكون مركزة عندك او معلمة في مركز المكافآت، بتدوس على صورتك من هنا طبعا وبتختار مركز المكافآت. طبعا انا عندي هنا سنتر ريكومبنسر او بالاسباني مركز المكافآت، ولكن انت ممكن يكون بالانجليزي او بالعربي هو رابع خيار. واكيد طبعا حضرتك انت معاك معانا بكتير في القناة، فاكيد كسبت معانا كتير جدا في مركز المكافآت. وتلقائي انت لو موجود معانا في قناة الايردروب احنا بنقول لك وقت الاستلام او اي معلومات عن اي موقع احنا بنشتغل عليه. طيب ازاي بقى تعرف ان الرصيد بتاع حضرتك بدأ يعدن، او مثلا الرصيد اللي انت حطيته؟ عشان واحد دلوقتي يقول يا عم احمد اشوفه منين، هتيجي هنا حضرتك وتدوس على المحفظة. ما تتخضش، انا عندي هنا نجوم لان انا قافل الرصيد. انت عندك مش هيكون نجوم، هيكون عندك اصفار او ارقام على حسب الرصيد بتاع حضرتك. لو ركزت فوق هنا في مثلا 6 خيارات، هنا في سبوت، فوندا، مارجن، فوتوروس. طبعا عندي انا بالاسباني فممكن عندك يكون بلغة مختلفة. اخر خيار هنا عندنا الربح الايرن، او مثلا الحاجة اللي انت دخلتها عشان تكسب منها وبتطلع لك رصيد. العملات اللي هي موجودة عندنا ديت نفس العملات اللي انت هتستلمها من برانس بالظبط، ولكن زي ما قلت لحضرتك الرصيد بينزل لك في سبوت، في محفظة سبوت. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشوفك في جديد على كوين فري.